العاصمة الفرنسية باريس كانت على موعد صباح اليوم لانطلاق أعمال القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب 100 من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف و120 منظمة غير حكومية و70 شريكا من القطاع الخاص و40 منظمة دولية. وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة سلط خلالها الضوء على التحديات التي تواجه الدول النامية وأهمية تعزيز الجهود الدولية لدعم التدفقات المالية لهذه الدول. الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما مكننا من مواجهة التحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعا لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررا منها. كما تطرق الرئيس السيسي إلى التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية خاصة تغير المناخ وجائحة كورونا بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، مطالبا بأهمية تحقيق التمويل العادل باعتباره العامل المحوري لتحقيق التنمية المستدامة. أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل، غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. وتهدف القمة إلى التوصل لإجماع جديد على الوفاء بالأهداف العالمية المترابطة المتمثلة في الحد من الفقر وحل أزمة الديون في الدول النامية ومواجهة تغير المناخ وحماية الطبيعة، وتسعى بشكل أساسي إلى إرساء أرضية لنظام مالي جديد يكون أكثر عدلاً وأكثر تضامناً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة بجانب تمويل التكنولوجيات الخضراء والتنمية المستدامة. من مصر عمرو موسى.